اسمع سمعين. نعم. أول ما خبرني سيمون عن الفيلم حبيت الفكرة، قال لي رح يكون بضيعة بعيدة لوحدها، عم نصور شخص واحد عم نلحقه، هو شخص وحيد بالضيعة، فحبيت الفكرة لأنه أنا بحب يعني بحب الأجواء الرايقة وشوي نضها من المدينة، لأنه دائما بكون في تصويرات بالمدينة، فانترستين كان الشغلة. المونسون تبع الدوكيومنتير بالضيعة ديجا بتفرق عن المدينة، يعني أول شيء ما في عجقة، في أصوات الضيعة، يعني عندك دجاج، في بقر، الهواء أوقات بيطلع في صوت الشجر، الوراق، حلو كتير، يعني كل هالأصوات بس تركب على بعضها وتقطع بالفيلم بطريقة حلوة، إنه بتقدم كتير للفيلم وبتعطيه بلوس يعني. الفيلم بطبيعته رايق، يعني ريتمه رايق، فكل أصوات يعني أقل صوت بنحسه بنسمعه بزيد شيء على الفيلم، يعني كان إذا عم نصور قليبات في رواق إنه عم بيمشي مثلا لابس مشي تبعه عم بيمشي، عم نسمع 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 بعد وقت مثلا ديك صاح برا، أو مثلا عم نصوره عم بيعمل قهوة، بنحس بالرواق إنه الديتاييات تبع الفنجان تبع القداحة تبع النار تبع المي عم تغلي، فهذا الشيء بيعكس صوت الفيلم من خلال الصوت، من خلال الأصوات البسيطة إذا بديك، إنه عم بتصير بالفيلم عم بتبين من وقت لوقت.